غادرت إيمان زوجة الفنان الشعبي المغربي عادل الميلودي السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب. وأعلن عادل الميلودي اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري عن خبر خروج زوجته من السجن في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وكذلك عبر خاصية ستوري على ذات المنصة. ونشر هذه الصورة وأرفقها بتعليق جاء فيه: على سلامتك. ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كانت قد قضت شهر شتنبر المنصرم بالحكم ب9 أشهر نافذتين على زوجة الفنان عادل الميلودي وتغريمها مبلغ 10,500 درهم تعويضا للمطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية اعتدائها على رجل أمن خلال عملية إيقاف ابنها الذي أمرت المحكمة بحبسه لمدة 2 شهر نافذة.